سؤال المسيح للفريسيين اللي كانوا بيتكلموا معاه بمكر ويحاولوا أن يوقعوه في الكلام، قال: ماذا تظنون في المسيح؟ وده سؤال يتحدى كل البشر في كل التاريخ، المفكر وغير المفكر، المتعلم وغير المتعلم، الكبير والصغير، العاقل واللي مش بيفكر كتير، اللي صحته كويسة واللي اللي ليه احتياجات زمنية كتيرة. ليه يا أحبائي؟ لأن موقفك الروحي والأبدي في الزمان والأبدية يتقرر على موقفك من هذا الشخص. لذا أنا أقول هذا الكلام بمسؤولية كبيرة وخوف من الله، لأني أتكلم عنه في المكان الذي يجب أن أتكلم عنه فيه، عن هذا الشخص. ليه؟ لأنه موضوع كبير. إن قبلته ليك الحياة، إن رفضته يواجهك الموت. إن قبلته ليك الخلاص، إن رفضته الهلاك الأبدي. لأنه الأوبشن أو الاختيار، إذا يعني ما فيش عند الإنسان حرية إن يكون متعادل من هذا الشخص. إن واحد يقول لك أنا متعادل بصراحة، هو لا كده ولا كده. إن قلت كده أنت تقود نفسك وأبديتك إلى كارثة لا محالة. لهذا السبب أقول لكل من يستمع ولكل من هو موجود في هذا الاجتماع: حياتك الأبدية وموقفك يتقرر على أساس هذا الشخص. إن قبلته ليك الحياة، إن رفضته فأنت تواجه الموت الروحي والأدبي والأبدي والزمني، ومفيش حل إن رفضته.